ولمزيد من النقاش حول التطورات وتداعيات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في عملياته العسكرية في مدينة رفح وعودة القصف على شمال القطاع والعمليات العسكرية هناك بعد فشل جولة محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي، كما ينضم إلينا من إسطنبول عبر الخط الهاتفي رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني السيد صادق أبو عامر. مرحبا بكما معي أستاذ علي وأستاذ صادق في هذا الحوار. أبدأ معك أستاذ صادق، اليوم هو الـ20 بعد المئة للعدوان الصهيوني على غزة، تتواصل عمليات عسكرية شمال القطاع هذه المرة وفي جنوبه في رفح، ويتواصل كذلك القصف. كيف يمكن قراءة المشهد بعد مضي كل هذه الفترة؟ المشهد كما يعني يشير الكثير من الخبراء العسكريين إلى أنها يمثل أحد أوجه وتجليات الفشل العسكري الإسرائيلي فيما يتعلق بالتعامل مع أهداف أعلنها مسبقا بخصوص ضرب وتقوية البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية، وأن هذه البنية فيما يبدو أكثر مرونة وأكثر عمقا وتجذرا في بيئة قطاع غزة، وأن التعامل معها بالضربات العسكرية الكاسحة أو بقوة نيران لا تجدي نفعا، وأن المقاومة قادرة على التجدد وقادرة على التكيف مع بيئة ميدانية وعملياتية معقدة فاجأت الصديق والعدو، وأن أيضا هذه المقاومة يبدو نفسها طويل وكما إرادتها صلبة أيضا لديها من الدهاء ولديها من القدرة على إدارة المسرح العملياتي بما يحقق أكبر قدر ممكن من الصمود واستنزاف الاحتلال وبالتالي إفشال أهدافه ومخططاته، لكن في الجانب الآخر وفي المشهد الآخر يبدو أن الاحتلال أيضا مصمم على سياسة التدمير كتعويض عن الفشل في المواجهة العسكرية أو الحرب بالمعنى العسكري الكلاسيك الذي نعرفه كمتابعين ومحللين سياسيين. إذن هو يحاول أن يعني يعوض هذا الفشل ويعني يحاول جبي الثمن عبر استهداف المدنيين وقتلهم كثمن موازي لتعثر أهدافه العسكرية في قطاع غزة. نعم، ماذا عن شمال قطاع غزة أستاذ صادق؟ يعني العودة إلى شمال قطاع غزة في عمليات عسكرية بعد أن قال سابقا نتنياهو والحكومة بأنهم انتهوا من العمليات في شمال القطاع وفي المدينة وبأنهم فككوا فصائل وكتائب المقاومة هناك، لماذا يعودون مجددا؟ هذا الذي كنت أقصده، أن التقديرات الإسرائيلية سواء فيما يتعلق ببنية المقاومة بعقيدتها العسكرية تشكيلاتها او بمدى قدرتها على الصمود والصبر كانت اغلبها تقديرات خاطئه، ويعني وقع الاحتلال في سوء تقدير واضح في هذا الموضوع، ومن المؤكد ايضا ان المقاومه حاولت بشكل او باخر ان تتحدى هذه الروايه وهذه السرديه الاسرائيليه التي يقدمها الجمهور ليعني نقل حاله احباط كشكل من اشكال إدارة الحرب النفسية أيضا لجمهور الاحتلال، ولكن أيضا كما قلت أن الاحتلال يعني يحاول بكل السبل وكل الطرق أن يجبي ثمن هذا الفشل من البنية التحتية، يعني مزيد من تدمير القرى المدن والبلدات الفلسطينية في جباليا وشمال قطاع غزة من أجل يعني تعويض هذا الخلل وهذا التعثر في مخططاتي، ولكن هذه أيضا يعني جربت في كل الأماكن ولم تجدي نفعا، وبالتأكيد أننا نتحدث عن يعني تمديد لهذه الحرب، وطبعا بالتأكيد تمديد لمعاناة أهلنا وشعبنا المدنيين، لكن بنفس الوقت كل الجميع بات أكثر ثقة وأكثر يعني دراية بأن هذه المقاومة لا يمكن كسرها ولا يمكن الرهان على انهيارها أو تراجعها أو تقهقرها كما أراد الاحتلال، وأن الاحتلال أمامه يعني أمامه تحدي كبير أو أمامه موضوع الاستنزاف سيكون أكبر التحديات التي سيواجهها
وبالتأكيد من يصبر أكثر، من يتحمل أكثر، يحقق أهدافه، وبالتالي يفشل المدافع هنا والمقاومة الفلسطينية إذا أفشلت مخططات الاحتلال، وخصوصا في منع التهجير وإبقاء أكبر قدر ممكن الحاضنة الشعبية قادرة على الالتفاف حول خياراتها، وكذلك حول يعني تخفيف من آثار هذا الصراع وويلات هذا الصراع. ستستطيع المقاومة أن يعني تكسر هذه الحملة، وأعتقد أن المقاومة إذا نجحت في هذا الموضوع يعني يحصل هناك تحول كبير جدا فيما يتعلق بصورة إسرائيل ومكانتها الدولية، وكذلك أمر فيما يتعلق بمكانة فلسطين والمقاومة التي بالتأكيد ستتحول من قوة محلية إلى قوة. هذا كلام نعم، هذا كلام مهم سيد صادق، خاصة أن المقاومة لها هدفها العسكري والسياسي الواضح، واللي كان في مبادرة منها ومباغتة في 7 أكتوبر، لكن يبدو واضحا حتى اليوم وعندما نسأل المحللين والمراقبين عن أهداف الاحتلال من هذه الحرب، يعني الحرب الآن في شهرها 8، وبالتالي لا يتضح يوما بعد آخر ما هو الهدف للاحتلال، أو بالأحرى هناك متغيرات تطرأ وهناك أهداف متحركة على ما يبدو للاحتلال. لا نعرف هل هي بسبب حالة الفشل كما أشرت في البداية في جوابك الأول، أم أنها تتغير بتغير الظروف، رغم أن المعطيات يعني في الميدان يعني ليست كما يشتهيها الاحتلال، يعني لم يستطع السيطرة العسكرية أو تحقيق الأهداف العسكرية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن أسرى مثلا، أو بالقضاء على قيادات المقاومة وبإضعافها بشكل يعني يتسنى له التحرك في قطاع غزة والسيطرة على محاوره كما حصل معه في نتسليم وفي غيرها. إذا ما هدف الاحتلال أو ما أهدافه الآن بعد مرور أكثر من 7 شهور؟ الحقيقة أن لا يمكن القول أن هناك هدف يعني فقط بمستوى محدد، هناك 3 مستويات ممكن تصنيف اهداف الاحتلال: الاهداف الاستراتيجيه وغالبا الغير معلنه وغير يعني مصرح فيها بشكل واضح، لكن يمكن استنتاجها من الممارسات والسلوك الميداني والسياسات الـ يعني الاسرائيليه المصره على 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 مساله الاباده الجماعيه. هذا شيء له علاقه بالمستوى الاستراتيجي وله يعني ابعاد يمكن شرحها بعد قليل، لكن هذا المستوى الاول. المستوى الثاني هو المستوى التكتيكي العملياتي الذي ايضا يمكن الحديث عنه، جزء منه معلن بشكل واضح. وعلى المستوى العملياتي هناك قضايا ربما تكون استخباراتيه، الخبراء يعني الاحتلال يتحدثون عن قضايا لها علاقه بالقدرات العسكريه للمقاومة، لكن الأهداف التكتيكية التي أعلنت، موضوع الأسرى، موضوع إنهاء حكم حماس، وأيضا مسألة القدرة العسكرية للمقاومة. في الموضوع الاستراتيجي فيما يبدو أنه بدأ يشعر بأن هناك فعلا تحديات كبرى أمامه على مستوى البيئة الإقليمية. البيئة الإقليمية لا تستجيب لمتطلبات هذه الأهداف الاستراتيجية، وأن النتائج تبدو تسير بشكل معاكس، بحيث أن البيئة الإقليمية التي كان يراهن عليها وكان بنى تقديراته على أساس أن هذه البيئة بالتأكيد لديها إشكال بالمعنى الأيديولوجي أو بالمعنى السياسي مع حركة حماس، لكنها أيضا نافرة وقلقة من هذا السلوك الإسرائيلي العدواني الذي أعلن في بعض الأحيان عن محاولات تغيير خريطة الشرق الأوسط ورسم حدود جديدة، وهذا لا يمكن لدول المنطقة أن تتقبله. ولذلك بدأت هذه الدول تتحرك باتجاه مغاير لتوقعات الاحتلال، وهذا يربك حقيقة جهود الاحتلال ومساعي في هذه الحرب. نعم. المستوى العمليات شرحنا كيف أن المقاومة استطاعت أن تمتص الحملة الكبرى في البدايات وقوة النيران للاحتلال، واستطاعت بعد ذلك أن تتكيف وأن تنتج استراتيجيات وتكتيكات جديدة الآن يعني يصعب على الاحتلال فعلا التعامل معها. وبالتأكيد أنه أدرك أنه يعني تورط في مسار عملية طويلة المدى الآن، يعني الخروج منها لن يكون أمرا سهلا مهما بلغت الفجوة على مستوى القوة، على مستوى القوة
لكن بالتأكيد أن الجهد الإسرائيلي سينصب على ضرب الحاضنة الشعبية وإضعافها ومحاولة يعني فك ارتباطها بخيارات المقاومة، وهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. نعم، هل هذا يعني بأن الحديث عن عودة المفاوضات والوساطة يبدو بعيدا الآن في ضوء هذه العمليات، خاصة أن الاحتلال عمليا هو يوسع عملياته العسكرية في رفح في الأيام الأخيرة وذاهب حتى النهاية في ذلك؟ بالتأكيد هو يعني يستخدم هذا العنف واستعاد جزء من زخم العملية العدوان العسكري الصهيوني، مع كأنه انطلق من يعني كأنه بدأ بداياته الجديدة، يعني بمعنى أن هذا القصف الواسع النطاق على مستوى كافة مناطق قطاع غزة والجرائم التي ترتكب الآن يعني أعادت للأذهان كأننا بدأنا الحرب اليوم، وهذا جزء منه محاولة لكسر إرادة المقاومة ولفرض شروطه مجددا. أعتقد أن هذا الزخم لا يستطيع أن يستمر طويلا مهما ادعى غير ذلك ومهما أيضا بنى من تصريحات، وبالتأكيد المقاومة يعني حسب ما نرى من بعض التصريحات يعني بدأت تتجه في بعض المناورات السياسية سواء فيما يتعلق بتعزيز علاقاتها بالقوى الإقليمية التي أصبحت قوة متضررة وتنظر بالكثير من القلق لهذا السلوك الإسرائيلي، وكذلك الأمر فيما يخص كيفية التعامل على المستوى الوطني، لأنه بدأت تتحرك المقاومة أيضا على مستوى الإجماع الوطني، تتحرك بمظلة الإجماع الوطني، وهذا أيضا أحرج الاحتلال وأفشل خطته في عزل حماس عن محيطها الوطني وعن القوى الوطنية، وأصبح هناك نوع من القبول أو يعني السير خلف حركة حماس ك يعني رأس حربة ومعبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية. هذا على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الإقليمي، ثم الأداء الميداني بالتأكيد ستنتج معادلات على المدى المتوسط، معادلات لن يستطيع الاحتلال البقاء على نفس المنوال، وبالتأكيد سيعيد تقييم سياساته وتقديراته التي بنيت على طوال هذه الفترة الماضية. ومن من يعني من المرجح أن طاولة المفاوضات تتغير لمصلحة قوى المقاومة والمؤيدين لها. نعم، أشكرك جزيلا رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني السيد صادق أبو عامر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.